السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 186. احنا وصلنا للأسبوع الرابع سيمان كات في اليونيت 6 الوحدة السادسة. في الوحدة السادسة هي هذاك المجال ديال لو تيم دو توريزم، المجال ديال السياحة. عندنا العنوان ديال هاد لي زاكتيفيتي اوغال اللي غنشوفو اليوم، الأنشطة الشفوية. كيل بو سوفينير، يا لها من ذكريات رائعة أو جميلة. اللي بغيتي تقول غنشوفو هداك شنو اللي مطلوب منا في النشاط الأول والنشاط الثاني. عندنا جوج أنشطة. النشاط الأول نشوفو شنو مطلوب منا وعاد نمرو النشاط الثاني. النشاط الأول قالك أوبسيرف سيزيماج، لاحظ هذه الصور. إديكخي ووصف، درنا لا ديسكريبسيون، وصف لينا، وصف للزملاء ديالك. إديكخي أتي كاماراد، وصف للزملاء ديالك. لي ليو، الأماكن اللي زرتيها، كو تيا فيزيتي، الأماكن اللي زرتيها. لوغ دو طون فواياج أ سافي، خلال سفرك إلى أسفي، مدينة أسفي. مثلا هنا لي غومبار دو سافي، يعني دوك الأسوار ديال أسفي، مشهور بزاف الأسوار ديال مدينة أسفي. ولا لو مارشي دي بوتيي، يعني مدينة أسفي مشهورة بزاف بالطواجن، يعني كاع اللي جا كيدي من هاد الطواجن ولا كيدخل لذاك السوق اللي فيه طواجن. هي تا في وسط واحد الساحة كبيرة، دايرين واحد المجسم ديال الطاجين كبير وسط أسفي. أنا اخترت لكم هاد لي غومبار دو سافي، نديرو لهم واحد الوصف نشرحوه، ممكن تنقلوه تخليوه عندكم حتى نحتاجو الأستاذ لهادي. نطلبو منكم الأستاذ تعطيوه له، نشرحوه بعدا اش كيعني لي غومبار دو سافي، يعني أسوار أسفي. Lors de ma visite des remparts de Safi, خلال زيارتي لأسوار Safi, j'ai été attiré. يعني تشديت، attiré، تشديت par باش تشد par les murs الأسوار، يعني يجبوه شد اثاروا الانتباه ديالو تشدو الأسوار ديالاش. d'une ancienne forteresse، ديال واحد الحصن، واحد القلعة قديمة. لا كاشلا، كتسمى القشلة. علاش كنسميوها القشلة؟ لان كيكون فيها العسكر، كيكونوا فيها الجنود. لا كاشلا، بقات محتفظة على داك الاسم نيت. الا ايتي كونسترويت، تبنات هاد لا كاشلا فوقاش تبنات، ولا هاد لا فورتوغيس فوقاش تبنات، او 16 سيكل، القرن السادس عشر. القرن السادس عشر يعني كنقولوا من 1500 حتى 1599، يعني في ذاك التوقيت. الي اونتوري، يعني هي مدوره هذيك القشلة، مدورة باش، دو ميغ بأسوار، اي دو تور هو السمعات، القلاع أو السمعات. افيك، مع اون كروند بورت، واحد بوابة كبيرة. دوفون تيل، أمامها، يعني قدام ديك القلعة، ديك القشلة، داك الحصن، قدامها في الدخلة ديالها واحد الباب كبير. سو تخوف دوفون تيل، أمامها أيضا، شنو ماذا يوجد؟ une place rectangulaire، واحد البلاصة، واحد الساحة مستطيلة كبيرة. c'est une، نوصفو هاد المكان لي غنبار دو سافي، نقولك c'est une construction، إنه بناء رائع، يعني الطريقة باش تبنى بها هاد الأسوار ديال أسفي. c'est une construction magnifique، رائعة. ندوزو للنشاط الثاني نشوف شنو مطلوب منا. النشاط الثاني، النشاط الثاني كيقول لك tu es devant، انت امام la fontaine de la wilaya، امام النافوره ديال الولايه ديال الدار البيضاء، معروفه هذيك النافوره مشهوره بزاف. à Casablanca، الدار البيضاء. tu rencontres، تلتقي، انت تلتقيتي، قال لك un touriste، تلتقيتي بواحد السائح. qui regarde avec، اللي كيشوف داك الشيء في ديك النافوره. avec émerveillement، يعني بواحد التعجب كبير، بواحد التفاجؤ، واحد الدهشه. لو باتيمون، يعني كيشوف هاد البناية ديال الولاية بواحد الدهشة كبيرة. لو باتيمون دو لا ولاية. إيماجين، قالك تخيل. سو كيل بو دير اون لو ديكريفون، مثلا هاد السيد هذا اللي كيتعجب شنو يقدر يقول لو وصف لنا هاد البلاصة هادي اللي فيها النافورة وفيها الولاية، شنو يقدر يقول؟ نشوفو هاد النص هذا، استعنوا به. le bâtiment de la wilaya، يعني بناية مبنى الولاية ديال الدار البيضاء. طبعا
La wilaya, الولاية est un monument, يعني واحد المأثر من المآثر historique, تاريخية. Avec, شنو عنده؟ هاد الولاية عندها une tour haute, يعني واحد الصومعة كبيرة. هي هادي. Une tour haute, عالية. Avec une belle horloge, بواحد الساعة زوينة كبيرة. هاد الساعة الكبيرة المكانة ديال هاد الصومعة ديال الولاية كبيرة وعالية. Une belle horloge à l'intérieur, يعني في الداخل ديالها. Selon, à l'intérieur, selon couloir, يعني دوك الممرات, لي كولوار الممرات طويلة long, sont joliment décorés. هم مديكورين يعني مزينين بشكل جميل, joliment بشكل جميل بطريقة زوينة مديكورين. avec, باش مديكورين بواسطة des zliges multicolores, يعني بالزليج المتعدد الألوان multicolores. le parterre, parterre هو الأرضية, يعني الأرض ديالو. الأرضية est en marbre, مصوبة بالرخام. أرضية مصوبة بالرخام. en face, يعني في الجهة المقابلة, في الجهة اللي كتشوف فيها هذيك الولاية, مبنى الولاية, se trouve, يوجد الجهة المقابلة, une belle fontaine, واحد النافورة زوينة. و يعني في ديك النافورة, و les visiteurs, الزوار, se font un plaisir, كيديروا واحد, كيلقاو واحد المتعة انهم يبقاو فيها. سي اتاردي, هاد الإكغيك كتعود على ديك لا فونتين, لأنهم كيبقاو فيها, يعني كيجالسوا يطولوا. سيت بيل باتيس, سيت بيل باتيس, يعني هاد المبنى الزوين, هاد البناية الزوينة. est une fierté, هي فخر pour la ville de Casablanca, فخر لمدينة الدار البيضاء. يعني الدار, الناس ديال الدار البيضاء كيفتخروا أن عندهم بحال هاد البلاصة هادي اللي كيجيو ليها الناس والسياح من كل البلاد. هذه هي صفحة 186. غنشوفوا هاد لابواطا اوتي, دوك الكلمات اللي عندنا في علبة بواطا مو, علبة الكلمات يعني اللي نقدروا نستعملوها. نفسروها دابا مثلا على الاكستيريور, يعني في الخارج. على الانتيريور, حاولوا تسجلوهم في شي كارني باش تقدروا تحفظوهم, باش الرصيد اللغوي ديالكم يولي قوي. على الانتيريور, في الداخل. دودون, في الداخل, يعني الداخل. دودون العكس ديالها هو دوغ, برا. دونز ان انجل, في واحد الزاوية, يعني في واحد القنيتة. او سومي, في الرأس, يعني في الرأس كاع. او سومي, مثل الرأس ديال السمعة. او سومي بخي, يعني بقربي. او زالونتور, يعني في النواحي. اوتور دو, يعني حول. دو شاك كوتي, من كل جانب. دوفون, أمام. ديغيير, خلف. C'est un moment qui date, c'est un monument, يعني هذا واحد المأثر, يعني ديك المآثر, qui date, يعني التاريخ ديالو, دو بحال اللي شفنا دابا, qui date de 16e siècle, يعني من القرن السادس عشر. Il est construit avec, هو مبني ب, واش مبني بالزليج ولا مبني بالرخام ولا مبني. Les murs, يعني الأسوار, sont décorés, هم مزينين, décorés, décor, de زليج, بالزليج. le parterre, parterre هو الأرضية, يعني الأرض ديالو شنو داير لها, est en marbre, مصاوبينها بالرخام. il est lumineux, يعني كيضوي, j'aime la lumière, يعني مضيء. il est très bien conservé, يعني حافظ, conservation, اش كنسميو بوط كونسيرف, بوطة ديال المعلبات, يعني محافظ, كنحافظو على ديك المواد الغذائية في ديك بوط كونسيرف. il est très bien conservé, يعني هو محمي جيدا. regarde, شاهد. أدمير, أعجب بي, يعني عجباتو ديك الحاجة. توش, يلمس. سيركول دون لي كولوار, يعني يتجولوا في الأروقة ولا الممرات. كوم إلي بو, يا له من جميل, يعني شحال زوين. سيت أون ميرفي, إنها أعجوبة, يعني شي حاجة واعرة. هذه صفحة 186, انتهى.